لأن البركة في الدنيا موقوفة على الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف الله سبحانه وتعالى يقول بركات، يعني أنت لما تكون مؤمن وتقي الله سبحانه وتعالى يفتح لك البركات من كل مكان. الله سبحانه وتعالى لم يقل بركة واحدة، وإنما قال إيه؟ بركات. بركات دي جمع، بيسميه العلماء النحو جمع مؤنث سالم، لأن في آخر الألف والإيه والتاء، بركات من السماء والإيه والأرض، ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا إيه بما كانوا يكسبون. البركة تشعر بها في صحتك، تشعر بها في أولادك، تشعر بها في مالك، تشعر بها في سيارتك، تشعر بها في زوجتك. لأنك أنت ممكن يكون عندك أموال بس ما عندكش بركة، ممكن تكون عندك زوجة ولكن سيئاتها تغلب على 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 حسناتها. زوجة صلتت لسان البديل فيها بركة، أولادك مثلا ممكن أنك أنت تربيهم وتفعل كل شيء من أجلهم، وبعد ذلك ممكن يكون فيهم ولد عاق يخرج عليه ينكد عليك معيشتك، صح ولا لا؟ يبقى دي ما فيهوش بركة. يبقى إذن هناك فرق بين الشيء وبين البركة إيه؟ وبين البركة فيه. البركة دي موقوفة على الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقي أو ينسأ له في أثري فليصل رحمه. فإذا كان البسط في الرزق موقوف على عمل الطاعات، يبقى فإن التقطير في الرزق موقوف على ليه؟ على السيئات. طالما أن الرسول قال لك من سره أن يبسط له في رزقه عليه بصلة الرحم، ده صلة الرحم ده نموذج من النماذج، لكن أي طاعة من الطاعات بسببها الله سبحانه وتعالى يبسط لك في ليه؟ في الرزق ويبارك لك في الحياة. أي معصية الله سبحانه وتعالى يحرمك بسببها البركة في ليه؟ في الرزق، وعدم البركة في الحياة.